السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد ان شاء الله. فهذا الفيديو فكرت يعني نشارك معكم هذه الوصفه ديال هذا الطاجين الرائع بزاف الشهي اللذيذ. فطاجين سهل ماهل كتوجدوه وكيجي رائع بزاف. تبعوا معايا الطريقه والمقادير من الاول حتى الاخر، ان شاء الله غادي يعجبكم وغادي يعني ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. فندوزو مباشره للطريقه. كنوضعوا الطاجين يسخن فوق النار وكنبداو نحطوا اللحم. هذه لا طريقه سهله بزاف ومعتمده في كل البيت مغربيه، هكا هذه هي الطريقه اللي كنصاوبوا بها الطاجين. كنوضعوا الزيت، كنوضعوا الملحه، الثومه. هنايا انا كتحكي جوج فصوص ديال الثوم وكتضيفيهم. هنايا بدا كيتقلى، وهاد الزيت هادي راه بدات كتقلى. فغنبداو نقلبوا هاد الطريفات ديال اللحم هادو باش يتقلاو مزيان من الجوايه بجوج. من بعد ما تقلات هاد الحيمه هادي غادي ناخذ العطريه. عندي هنايا التحميره والخرقوم والسكنجبير والبزار، كنضيفهم في الطاجين. من بعد ما ضفت هاد العطريه كامله غادي نقلب هاد اللحم هذا حتى كينسجم مع العطريه مزيان، يعني كتخلط معها العطريه مزيان كما غادي تشوفوا معايا. صافي البنات، من بعد ما اللحم ديالي تعطرتو مزيان بالعطريه غادي نبدا نضيف البصله. هاد البصله انا قطعتها هكا اطراف دائريه وقطعتها وتاني واحد شويه هكا كما كتشوفوا. فانتوما لكم الاختيار، كتقدروا تقطعوها كيف ما بغيتو. بعد ما غطيت هذا اللحم كامل بالبصله غادي نضيف هاد المطيشه هذه اللي قطعتها حتى هي طرف صغار، وغادي نضيف الربيع، قزبر ومعدنوس. صافي، وغادي نغطي عليه وغادي نخليه يطيب مزيان. من بعد خديت نص كاس ديال الماء وضعت فيه شعيرات ديال الزعفران، زعفران شعرة، ورطبته مزيان. ومن بعد ضفتو للطاجين. صافي، وكنخليه يطيب مزيان وكنبقاو نردو ليه البال مع العافية. مرة كنحلو وكنشوفو ياك ما ناقص ليه مرقة. هنايا كما كتشوفوا انا راه ما مجهدتش ليه العافيه. ص
سلسلة البنات كنبقاو نراقبوه ونربطو ليه البال باش ما يتحرقش حتى كيطيب كامل. من الاحسن ديرو يعني بكري شويه باش تنقصوا ليه العافيه وتخليوه يطيب على خاطره. ومن بعد ضفت ليه انا الجلبانه، هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما وجد. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم وتوجدوه ان شاء الله بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.